النهارده جايبه لكم زي ما قلت لكم ماسكين هديه بجد هيعجبوكوا قوي، حلوه هيعجبوكوا قوي دي. طيب اول ماسك عندي هو ماسك الصفار البيض مع النشا. خلاص طيب هجيب لكم بس الايه، صفار البيض مع معلقتين كبار النشا ولبن. ليه يا فيفا صفار البيض؟ بصي بقى عايزه اقول لك صفار البيض ده عشان انا محضره لكم هنا شويه حاجات هتتبسطوا منها جدا، عشان لما تعملوا الماسك تبقوا عارفين الماسك ده ليه مهم يعني هيغير فينا ايه. طيب اول حاجه صفار البيض ده بينعم البشره، بيقلل المسامات الواسعه، بيعالج البشره الدهنيه. اذا الماسك ده رائع للبشره الدهنيه، الناس اللي بتبقى عندها زيوت كتير بقى ومضايقاها وتحسي ايه ان يقول لك ايه تعالى شيل الزيت من عليا، تعالى شيل الزيت من على وشي، الماسك ده رائع ليهم. ليه؟ لانه بيعالج البشره الدهنيه، بيمتص الزيوت الزايده فيها وبيجددها، كمان بيساهم في ازاله حب الشباب، الندبات اللي مكان حب الشباب، الانتفاخ اللي تحت العين وسواد العين، بيشد المسام بتاعه الوش، كمان الرؤوس السوداء بيحاول يشيلها، بيأخر الشيخوخه المبكره. على فكره في شيخوخه عاديه وكلنا عادي معرضين طبعا ان احنا ليها، ودي علامات الزمن والسن وكل حاجه، دي احنا عمرنا ما هننكرها، بس في شيخوخه مبكره، والشيخوخه المبكره دي بتيجي يا جماعه من قله اعتنائنا ببشرتنا، وان احنا بنستخدم مستحضرات تجميل غير صالحه للاستخدام. كمان بيخفي التجاعيد والخطوط الدقيقة، الخطوط الدقيقة اللي بتجيلنا مكان ضحكة مكان تكشيرة، بيحاول يقللها وبيخفيها، بيحسن ملمس كمان الوش، كمان بيعالج الجفاف والتشققات، كمان يا جماعة لو عندنا أي بقع داكنة بيحاول ان هو يفتحها. أهم حاجة وأكتر حاجة عاجبني جدا ان صفار البيض ده مقشر طبيعي للبشرة، مقشر طبيعي للبشرة وبيشتغل على الطبقات العميقة مش بس السطحية، ده صفار البيض. طب انا هعمل ايه؟ بطريقة سهلة جدا هجيب البولة بتاعتي اهو واقلب الصفار اهو مع النشا، خلاص، واحط عليهم ايه؟ المية. انا عايزة عجينة، خلاص انا عايزاه عجينة اهو قدامي. قد ايه يا جماعة؟ بصوا بقى هيكون لونه اصفر ازاي، لسه خفيف، انا عايزة اظبط لكم قوامه. انا عايزاه عجينة، هنحط عجينة على وشنا، هنحط مش لبن، انا عايزة نشا اهو هنحط عجينة على وشنا، هحط عجينة على وشنا، وبعدين هلاقيه بينشف على بشرتي. بعد ما بينشف على بشرتي ايه اللي بيحصل؟ ببدأ اشيله طبقة واحدة كده، هتتمتعوا ببشرة ولا بشرات الناس الصافية، البشرة بتاعت البيبي اللي كلنا بنبقى يعني سبحان الله بنقول بصوا انا عايزة قوامه اتخن من كده. كمان هنزود كمان نشا، انا بس اللي غلطت، بدل ما احط النشا اني مستعجلة حطيت لبن. خلاص طيب تعالوا بقى نعمل، هقول لكم بس بسرعة بسرعة، انا بحطه على بشرتي بشيله امتى؟ بعد نص ساعة هلاقيه بدأ ينشف على وشي خالص، بيبقى انا عايزة سميك، عشان كده بقول لكم انا عايزة ايه احط عليه نشا تاني، انا عايزاه عجينة. خلاص انا عايزاه عجينة مش عايزاه يا جماعة خفيف. طيب هاجي هنا هسخن بس شوية اللبن للوصفة التانية علشان نقلب فيهم ايه؟ الجيلاتين. هنعمل ماسك جيلاتين يا فيفا؟ ليه يا فيفا جيلاتين؟ هقول لك ليه جيلاتين. طيب انا عايزه بس قبل ما اروح لاسيب الماسك الرهيب ده اللي بيخلي البشره حلوه جدا، اتكلم معاكم على النشا. النشا كمان يا جماعه زي ما الصفار مهم جدا البشره الدهنيه، النشا كمان عندي مهم البشره الدهنيه. ليه؟ لانه بيمتص الزيوت الزايده في البشرات الدهنيه في الجلد، مفيد جدا لاصحاب البشره الدهنيه. كمان يا جماعه ممكن ان هو بيساعد على تنظيف البشره، ازاله الخلايا والجلد الميت، بيساعد على علاج الطفح الجلدي والحكه. زمان اهالينا لما يكون يجي لنا هرش مش عارف ايه يقولوا لك ايه، بس حط شويه نشا في ميه
وادهن ادهن الجسم. وطبعا كنا بنرتاح جدا. طبعا دي وصفه رهيبه، اي حد عنده حكه في الجلد، عنده هرش كده من في يعني في اي حاجه قرصاه وبيهرش على طول، النشا ده رائع بشويه ميه، بيهدي الالتهابات جدا وبيهدي الجلد وبيزيل الحكه. كمان مهم جدا ليه كمان ان هو لو احنا اتحرقنا من الشمس واحنا داخلين على الحمد لله الجو حر جدا جدا والصيف لسه داخل علينا كمان، عندنا اي تهيج في بشرتنا حروق من الشمس هيساعد على طول الماسك ده ان هو يقلل ايه اللي حصل لنا من الشمس. كمان يا جماعه انا ممكن استخدمه في تفتيح البشره، بس مش يخلينا نبيض فله، احنا سمر ومبسوطين ان احنا سمر، ولكن يعني بتفتيحها عن طريق ايه؟ ان هو بيشيل الخلايا الجلد الميت. فانت بشرتك دي لو اتنضفت حلو قوي هتحسي ان انت نورتي، مش افتحيتي وبيضتي، نورتي. طيب كمان بيعزز صحه الجلد، بيساعد على ترطيب البشره، في فيتامين بي 1 وبي 2، وبيحسن كمان بنيه الجلد، وبيساعد على تقليل ظهور التجاعيد، وكمان في مضادات اكسده اللي بتحارب طبعا الجذور الحره. طيب ده بالنسبه خلاص لاول ماسك معانا.